أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. أحلى ما فيها ذكر الله عز وجل والأنس به، تلذذ بطاعته، هذا هو أحلى ما في الدنيا. ما هو أحلى ما في الدنيا القصور والخدم والأموال والأرصدة والحدائق لا، ما هو هذا أحلى ما في الدنيا. ربما أن الإنسان يملك الملايين والقصور المشيدة وعنده الأطعمة اللذيذة، ولكنه في هم وغم، يعيش قلقا والعياذ بالله في سجن من همومه وأحزانه. أما الفقير المنيب إلى الله فهو في جنة ولو ما عنده شيء، لأنه يعيش بالله عز وجل ومتعلق بحب الله عز وجل. ولهذا يقول بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك يبحثون عن الرفاهية ولكنهم ما ذاقوا الرفاهية الصحيحة، وهي ذكر الله والتلذذ بذكره وطاعته والعمل. نعم.